وجودنا بالعيادة تزامن مع تشخيص طبيب لإحدى الأطفال بعد عملية الختام. دير لي شويه الدول داخل ماشي الدول داخل يوصل شويه اي لا كان ممكن انا واش نقدر نسولك واش الظروف ديال العمليه مزيان؟ الحمد لله داز مزيانه كما شفتوا الروبورتاج ديال داك النهار سي بون مزيان. اسمحي لي نغسل يدي هنايا بطبيعه الحال. هزي الوليده انا ديال هزو طبيعه الحال. هنا تنشوفوا الوليدات قبل العمليه باش تنشوفوا الحالة الصحية ديالهم كما قلنا، تنشوفو الدفتر الصحي وتنقلبهم تيديرو واحد الفحص سريري باش نقلبو واش ما كاينش شي مشكل شي تشوه خلقي كما قلنا ديال ليبوسبادياس، الا ما كاينش شي فتق واش الخصيات في بلاصتهم، واش الدري يقدر يستحمل البنج اللي كنديرو بنج عام، وكنديرو واحد الفحص عام شامل للطفل وتنعطيو التحليلات وتيرجع الاب ولا الام تجيبوا التحليلات عاد تنعطي الموعد باش نديروا العمليه الختان في المصحة. ما تنديروش العمليات الجراحيه هنا لان غالبيه الاحيان الاطفال واخا تيكون بعض المرات جرح بسيط تيتخلعوا تيخص نديروا واحد التخدير واخا بسيط تيكون تخدير عام باش نديرهم داك الشيء. هنا تنديروا بار كونتر تنديروا الكابس شونجمون دو بونسمون فهمتيني والفحص السريري. دراني في كابيني ديال استاذ جينيراليس كان معاه كان هو ولا فيرميير ديالو واحد لانيستيزيست اللي قال كان خدا معاه. انا ديتو لولدي قبل من الختانه، اللي مهم انا ديتو ليه سيمانه قبل دار لي كونترول، يعني قلب ولدي سيمانه قبل، يعني هاد التشوه الخلقي سيبوزون كاين وثبتنا انه ما كاينش، ما شافوش في الكونترول. الختانه ما مقاداش مزيان، كاين واحد البلاصه تنشوفوا الجلده كثيره من هنا، واحد البلاصه ديك الجلده الدخلانيه تكون ما تيكونش داك الشيء مقاد وما تيكونش هارمونيو. في بعض الحالات الا كان عندنا حسب ليكزامان ديال الوليد كنقدروا نعاودوا الختان، نعاودوا هذاك الشيء باش نعطيوه واحد الجماليه اكثر. بعض الحالات الختان ما تكون زعما شي مشكل لا ما تيكونش تيكون مزيان. الدكتور ارسلان انتهى من فحص هذا الطفل، وبعد التوضيحات اللي شرح لنا كان سؤالنا شنو هي مزايا وفوائد عمليه الختان. وبدات المنظمه العالميه حتى تنصح بزاف الدول باش يبداو يمارسوا هاد العمليه الختان لجميع الاطفال، وكتنقص من الحده ديال السرطان اللي تيجي عند الناس الكبار ديال العضو الذكري.